أما على صعيد المفاوضات مع الجانب الفلسطيني فقد أعلن الرئيس محمود عباس أن السلطة الفلسطينية لن تقبل بالعودة إلى مفاوضات السلام من دون التزام إسرائيل بالوقف التام للنشاط الاستيطاني. تصريحات عباس جاءت في لقاء في خطاب ألقاه أثناء الاحتفالات الشعبية في ذكرى 5 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والتي شارك في إحيائها آلاف الفلسطينيين في رام الله. اختتم المهرجان المركزي لإحياء الذكرى 5 لرحيل عرفات في رام الله بخطاب للرئيس محمود عباس أمام آلاف الفلسطينيين، انتقد فيه موقف حركة حماس الرافض للانتخابات الفلسطينية المقبلة. عباس أكد على عدم تراجعه عن الثوابت الوطنية التي جاءت في خطابه الرئاسي الأخير، ودعا حركة حماس إلى اتخاذ موقف وطني مسؤول والتوقيع على ورقة المصالحة المصرية. أتوجه إلى قيادة حركة حماس مرة أخرى بالدعوة إلى موقف وطني فلسطيني مسؤول. نريد الجميع أن يفكر فلسطينيا وينطلق فلسطينيا ويناقش فلسطينيا ويفكر فلسطينيا. بديش أضيف أكثر من هيك. قياديون في منظمة التحرير أكدوا على صعوبة المرحلة السياسية على الساحة الفلسطينية وضرورة تجاوز ما وصفوه بعصر الإمارات، وحثوا الرئيس عباس على العدول عن قراره في عدم الترشح والتركيز على كيفية العودة إلى طاولة الحوار الوطني. نحن الآن في معركة سياسية مع الجانب الإسرائيلي ولسنا في معركة داخلية حول الخلافة. هذا الموضوع قوي صفحته ونمضي قدما لتحقيق أهدافنا الوطنية. في هذه الأجواء طالب آلاف الفلسطينيين الذين قدموا من مختلف مدن الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين برؤية واضحة حول مصير مستقبلهم ووحدتهم السياسيين. ذكرى عزيزة على قلوبنا وحزينة في نفس الوقت. بنعنينا إنه أبو عمار في هذا اليوم بقول مزيد من اللحمة، مزيد من الأخوة. ندعو جميع الفصائل الفلسطينية إلى اللحمة الفلسطينية والوحدة الفلسطينية لنكون نموذجا حيا لكل العالم ليشاهد الشعب الفلسطيني على حقيقته التي ربانا وعودنا عليها القائد الراحل ياسر عرفات. ولم ينسى الفلسطينيون أيضا التأكيد على أهمية مواصلة التحقيقات في وفاة عرفات التي لم يعلن عن ملابساتها بشكل واضح حتى الآن بعد مرور 5 سنوات على رحيله. ابتكار صيغة تجمع ما بين النقيضين، المفاوضات السلمية والكفاح المسلح، قضية ستشغل بال الشارع الفلسطيني الذي عنون الذكرى 5 لرحيل عرفات بضرورة إنهاء حالة الانقسام والتمسك بالثوابت الوطنية لتكون الدرع الواقي لهم لمرحلة قادمة لا يزال الغموض يكتنف ملامحها. من مقر الرئاسة الفلسطيني في مدينة رام الله، إيمان عرقات، بي بي سي.